متابعي قناة أجدور الأوفياء وكذلك الزوار الجدد، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة والحصرية. إذن إخواني، كما هو معروف، من أجل فحص الدوائر الكهربائية أو الدوائر الإلكترونية وكذلك المركبات الإلكترونية والأسلاك الكهربائية، فأنت بحاجة إلى جهاز الملتيمتر من أجل فحصها والتأكد من صلاحيتها. لكنني أعلم أن العديد من الإخوان منكم لا يتوفر على هذا الجهاز نظرا لغلاء ثمنه. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بصناعة جهاز رائع جدا من مواد بسيطة ومتوفرة لدى الجميع. هذا الجهاز إخواني يقوم بفحص صلاحية الدوائر الكهربائية وبعض المركبات الإلكترونية وكذلك صلاحية الأسلاك الكهربائية. كل هذا إن شاء الله سوف نقوم بصناعته، حيث سوف نصنع هذا الجهاز الصغير جدا والرائع. فكل ما عليكم إخواني هو متابعة هذا الشرح، فابقوا معي. إذن إخواني، عند تعطل أحد الأجهزة الكهربائية في بيتك، فإن غالبية الأسباب المعروفة يكون إما السبب الأول هو تعطل أحد هذه المركبات الإلكترونية كالمكتفات والمقاومات غير ذلك بسبب الحرارة المفرطة أو الرطوبة أو الجهد الكهربائي الزائد إلى غير ذلك من المشاكل. أو من المشاكل كذلك المعروفة هو تعطل هذه الأسلاك أو عدم موصليتها بسبب احتراق الشعيرات النحاسية المتواجدة بالداخل، وذلك ما يسبب عدم مرور التيار الكهربائي في الجهاز. على العموم إخواني، فإن تعطل مثلا أحد هذه المركبات فإن يأتي معه عدة مشاكل، سوف أقوم بتقريب الصورة قليلا. على سبيل المثال لنفترض بأن لدينا هنا مكتفة وتعرضت للتلف، عند تعرضها للتلف فإنها تسبب تلف هذا السيركوي أو هذه الخطوط التي نراها باللون الأخضر. فهذه الخطوط يا إخواني فهي عبارة عن موصلات كهربائية تقوم بتوصيل التيار الكهربائي بين كل المركبات. ومن أجل فحص هذه الموصلات وكذلك فحص الأسلاك الكهربائية، فأنت بحاجة إلى جهاز الملتيمتر من أجل فحص ذلك. وإن لم تتوفر على هذا الجهاز فيمكنك صناعة مثل هذا الجهاز الذي تراه الآن. كما ترون هذا هو الجهاز، هذا الجهاز يقوم بفحص الدوائر الكهربائية. على سبيل المثال لدينا هنا سلك كهربائي مكون من سلكين، سلك أزرق وسلك بني. سوف أقوم بفحص السلك البني لنرى إن كان به أي مشكل. سوف أقوم بوضع الجهاز أمامكم. إذن البني من الجهة الأخرى، إذن كما ترون فالسلك فهو جيد. أقوم بفحص السلك الذي لونه أزرق، كما ترون فالسلك فهو جيد جدا، وقد عرفنا ذلك فقط باستعمال هذه الآلة أو هذه الأداة عفوا. بالنسبة لهذه السيركويات سوف نقوم بفحص أحد السيركويات. على سبيل المثال نقوم بفحص هذا مثلا مع إذن كما ترون على سبيل المثال قمت بفحص أحد السيركويات فهي شغالة وليس بها أي مشكل. على العموم حلقتنا لهذا اليوم سوف تكون حول طريقة صناعة مثل هذا الجهاز الرائع جدا الذي يمكنك من فحص الدوائر الكهربائية كما ترون. أول شيء، نحن بحاجة إلى علبة بلاستيكية تكون بهذا الحجم تقريبا، وأنا أنصحك بالعلبة التي تستعمل في الصابون والتي توضع في الحمامات. للعموم نحن بحاجة إلى علبة واحدة فقط. ثم نحن بحاجة إلى مصباحين ليد، ويستحسن أن يكون بلونين مختلفين. إن لم تكن تعرف أماكن تواجد مثل هذه المصابيح فيمكنك انتزاعها على سبيل المثال من كيبورد أو لوحة مفاتيح قديمة معطلة كما قمنا في الحلقة السابقة، تجدون رابطها أسفل الفيديو، أو من قارئ الأقراص. على العموم نحن بحاجة إلى مصباحي ليد، ويستحسن أن يكون واحد بالأخضر وواحد بالأحمر. ثم نحن بحاجة إلى قطعة أو زر كهربائي صغير بهذا الحجم تقريبا. ثم نحن بحاجة إلى بطارية بقوة 3 إلى 3.5 فولت. على العموم يمكنك مثلا استخدام بطارية الهواتف القديمة التي لم تعد بالحاجة إليها عن طريق تلحيم سلك في المكان الموجب وسلك في المكان السليب، وسبق وقمت بذلك كما ترون. هذه هي بطارية صغيرة. إن لم تتوفر على بطاريات قابلة للشحن فيمكنك فقط استعمال البطاريات الجافة العادية، استعمال بطاريتين، واستعمال هذا الحامل الذي عليك انتزاعه من أحد الأجهزة القديمة. على العموم أنت لديك الاختيار سواء بطارية قابلة للشحن أو غير قابلة للشحن. ثم نحن بحاجة إلى هذا الرابط الكهربائي أو يسمى بالفرنسية بالكونيكتور، وهو الذي يمد التيار الكهربائي كما ترون مع المنفذ الخاص به بهذا الشكل.
يمكنك انتزاعه من بعض الأجهزة القديمة كما ترون هذا واحد. وبالنسبة لهذا الرأس سوف يتم استعماله فقط إذا قمت بوضع البطارية القابلة للشحن، أما إذا استعملت البطارية الجافة فأنت لست بحاجة إلى هذا الرابط. ثم أنت بحاجة إلى سلك أو سلكين، واحد باللون الأسود وواحد باللون الأحمر، وليكون طوله يتجاوز 20 سنتيمتر بهذا الشكل. نحن بحاجة إلى سلكين كما ترون، هذين هما السلكين. ثم نحن بحاجة إلى مسمارين معدنيين، بشرط إخواني أن لا يكون بهما الصدع، يجب أن يكون جديدين بهذا الشكل. نحن بحاجة إلى اثنين. ثم نحن بحاجة إلى هذه القطعة التي ترن أو تحدث رنين إن صح التعبير، يمكنك انتزاعها من هذه الساعات الصينية البخسة الثمن، فهو يتواجد بالداخل وسوف نقوم بتفكيكه بعد قليل. والآن كما ترون هذه هي البوردة بعدما قمت بانتزاعها وتلحيم السلك السالي في مكانه والسلك الموجب. بالنسبة لأماكن هذه الأسلاك فقط يمكنك تتبع الأسلاك الخارجية من هذه الساعة وسوف تعرف مكان السالب والموجب. على العموم سوف الآن أقوم بربطها مع البطارية لكي نرى النتيجة. لاحظوا معي، لأنه هذا هو الصوت التي تصدره أو يصدرها هذا المنبه كما تسمعون. الخطوة الأولى نأخذ البطارية ثم نقوم بتركيب الرابط أو الكونكتور معها بهذا الشكل، أي هكذا. مثلا لدينا هذا هو الرابط وهذه البطارية، نقوم بدمج السلك هنا ثم السلك هنا مع السالب بهذا الشكل. بعد ذلك سوف نقوم بإضافة قطعة التيار الكهربائي، أي بهذا الشكل. لاحظوا معي، هذه هي القطعة لديها سلكين، سوف نأخذ أحد الأسلاك ثم نقوم بربطه مع الموجب بهذا الشكل، ثم يتبقى لنا هذا السلك حر بهذا الشكل. ثم نقوم بإضافة مصباح الليد الأحمر بهذا الشكل، بحيث بمجرد تشغيل القطعة سوف يشتغل المصباح. كيف ذلك؟ لدينا هنا مصباح ليد لونه أحمر، حرف R أي الريد. إذن سوف نقوم بتركيب السلك الأول هنا مباشرة مع القطعة، أما السلك السالب سوف يمر مباشرة إلى البطارية بهذا الشكل. ثم نأتي بالسلك الأحمر والأسود، نختار السلك الأحمر أولا، هذا هو السلك الأحمر، ثم نقوم بربطه. كيف ذلك؟ أي هنا في نفس نقطة التقاء المصباح ليد الأحمر سوف نقوم بربط السلك الأحمر هنا، سوف أضعه بشكل سميك حتى يظهر لكم. إذن هذا هو السلك الأحمر، سوف نرمز له بحرف R. وبالنسبة للسلك الأسود فسوف نضعه جانبا هنا بهذا الشكل، إذن هذا هو السلك الأسود، سوف نرمز له بحرف B أي Black. ثم كخطوة تالية سوف نقوم بتركيب المصباح الذي لونه أخضر. كيف ذلك؟ قمنا في السابق بتركيب المصباح الليد الذي لونه أحمر ورمزه R أو Red، الآن هذا هو المصباح الذي لونه أخضر أي Green. إذن سوف نأخذ السلك السالب ثم نربطه مباشرة مع السالب للبطارية، إذن هذا هو السالب للبطارية. أما بالنسبة للسلك الموجب سوف نقوم بربطه مع السلك الأسود، أي هذا السلك السميك الذي لونه أسود. وللإشارة فهذا السلك الأسود فهو غير مرتبط مع أي شيء تماما كما في هذه الصورة، إذن هذا هو المخطط كما ترون. ثم وأخيرا نقوم بتركيب الجرس أو ألارم، هذا هو الجرس الذي قمنا بانتزاعه من الساعة. إذن هذا هو رمز الجرس ورمزه حرف A أو ألارم. على العموم نأخذ السلك السالب نقوم بدمجه مباشرة إلى البطارية بهذا الشكل تماما مثل هذا المصباح. وبالنسبة للسلك الموجب أيضا سوف ندمجه هنا مع السلك الأسود الحر، هذا هو السلك الأسود الحر، قمنا بربط المصباح الذي لونه أخضر معه وكذلك الجرس بهذا الشكل، وهذا هو المخطط النهائي. الآن بعدما أصبحت البوردة الخاصة بنا جاهزة للاستعمال كما ترون،
الآن يجب تركيبها بداخل علبة الصابون أو أي علبة بلاستيكية تتوفر عليها. وذلك باستعمال أداة التلحيم الساخنة بطبيعة الحال. إذن بعد الانتهاء من عمل كل الثقوب وإزالة الشوائب باستعمال شفرة حادة أو مشرط إلى غير ذلك، بعد ذلك سوف نقوم بوضع كل المركبات في مكانها. نبدأ على سبيل المثال بالمصباح الأول، نقوم بإدخاله من الداخل بهذا الشكل هكذا، ثم نقوم بعمل القليل من الغراء من أجل تثبيته في مكانه بطبيعة الحال. بالنسبة للسلكين الأحمر والأسود يتم إدخالهما من الثقب الآخر، ولا تنسوا عمل عقدة هنا من أجل منع هذه الأسلاك من الإنفلات بهذا الشكل. على العموم بالنسبة للبطارية أيضا يجب تثبيتها بالقليل من الغراء وكذلك. الآن بالنسبة للجهاز الخاص بنا فهو شبه مكتمل كما ترون. على العموم بالنسبة لهذه الأسلاك الخارجة من هنا، نأخذ السلك الأول ثم نقوم بتركيب المسمار المعدني معه بهذا الشكل فقط بدون تلحيم، الأمر بسيط جدا هكذا. بالنسبة للسلك الثاني أيضا نقوم بتركيب مسمار معه، ثم باستعمال إما الشريط اللاصق أو إذا توفر لديك الأنبوب الحراري أو ما يسمى بالهيت شرينك نقوم بتركيبه بهذا الشكل ثم نقوم بإحراقه. الآن كما ترون الجهاز الخاص بنا فهو جاهز للعمل، حيث يمكنك شحنه من هذا المنفذ بعد نفذ الشحن. بطبيعة الحال فهو يستغرق مدة طويلة حتى ينفذ الشحن، ويمكنك شحنه فقط لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق فهي كافية. ويمكنك تشغيل الجهاز أو إيقافه من الجانب هنا كما ترون، هذا الزر يعني الاشتغال. بالنسبة لهذه المسامير كما ترون فبمجرد وصول أو توصيل الدوائر كما ترون فإن الجهاز يرن ويعطي هذا اللون بالأخضر. بالنسبة لطريقة فحص بعض المركبات الإلكترونية كالمكتفة أو مسمى بالكوندنساتور أو الكاباسيتور، فقط تقوم بتشغيل هذا الجهاز ثم نقوم بوضع هذه الأقطاب مع بعضها بهذا الشكل، ولا يجب أن يشتغل الجهاز. أما إذا اشتغل بهذا الشكل فهذا يعني بأن هذه المكتفة تالفة وغير صالحة للعمل. وبالنسبة لطريقة فحص الديود أو ما يسمى بالصمام الكهربائي فالأمر بسيط جدا، نقوم بتشغيل الجهاز الخاص بنا ثم نقوم بوضع الجهة السالبة للديود مع السلك الأسود، والجهة السالبة هي التي بهذا الخط بالأبيض، نقوم بوضعها بهذا الشكل ثم الجهة الموجبة هنا كما ترون سوف يشتغل الجهاز. أما إذا قمنا بقلب الديود هكذا ثم نقوم بعملية الفحص فالجهاز لن يشتغل، هذا يعني بأن الديود فهو يؤدي دوره، أي أنه يشتغل فقط من جهة واحدة، إذن هذا الديود فهو صالح. إذن في الأخير لا يسعني سوى أن أشكر جزيل الشكر كل شخص يترك فيديوهات الأغاني والرقص إلى غير ذلك ويأتي للاستفادة معنا. نعم شكرا جزيل الشكر. على العموم يا إخواني أتمنى من صميم القلب أن تكون حلقة اليوم قد أفادتك، وإن عجبك موضوع حلقة هذا اليوم لا تبخل علي بالنقر على زر لايك من أجل تشجيعي على الاستمرار. إلى هنا إخواني لا يسعني سوى أن أودعكم، أضرب لكم موعد في حلقة مقبلة إن شاء الله مع دروس وشروحات جديدة، فقط كونوا في الموعد، إلى اللقاء.